رحلة السفاري. ماذا تقرأ يا بينون؟ كتاب عن حيوانات العالم. أسود ونمور وأفلال. أظنك تقصد أفيال يا كمون. أنا أقول أفلال. لابد أن تذهب في سفاري. سفاري؟ سفاري يا كمون. إنها رؤية الحيوانات البرية في أماكن معيشتها. سفاري. حسناً، أعتقد أننا نستطيع المحاولة. بينون وكمون إلى أين يذهبا؟ للبحث عن أسود وأفيال، لكنهما لن يجدا أي حيوان بري. كمون مسكين حقاً، سيخيب أمله كثيراً. أعرف طريقة لجعل مغامرتهما ممتعة، فلنصنع آثار مخصوصة ليتبعها. كمون سيحب هذا. حسناً، انظري جيداً إلى الطاولة وحاولي أن تتذكري أكبر عدد من الأشياء. انتهى الوقت. أوه، كان هناك دب وموزة و... هل يأستي؟ كلا، أثق أنني سأتذكر. نعم، لقد يأست. دب لعبة وموزة وقدح وفرشاة أسنان وسيارة ووعاء وقبعة وملعقة. أصبت! لابد أن هناك طريقة أسهل لأتذكرها. أنا الفائز وأفضل من كل الآخرين. ها، إذن يمكنني تأليف أغنية لتذكرها. انظري يا روزي، مثل آثار حمار وحشي، أو ربما وحيد قرن. رائع. إنها كبيرة، مثل قدم فيل. انظر، انظر، تبدو كأنها آثار حيوانات. هيا هيا نتبعها. آثار الأقدام هذه لأي حيوان؟ فرس النهر وأيضاً وحيد القرن. انظر هناك، أظن أنني أرى شيئاً يتحرك. حيوانات. شش، يجب أن نكون هادئين، لا نريد أن نخيفهم. ماذا؟ روزي؟ رومبا؟ ماذا تفعلان؟ لقد كنا نصنع أثار أقدام لكما. فهمت، ظن كمون أنها حقيقية. لا حيوانات. نعتذر، ظننا الأمر ممتعاً. لا بأس يا روزي، آسف يا كمون، ربما لا توجد حيوانات برية في الحديقة. حيوانات. إنه نمل. نمل. انظري، إنهم صغار. مذهل. واو، إذن هناك كائنات برية في الحديقة. في نهاية الأمر حشرات صغيرة. لما لا نقوم معا برحلة سفاري؟ حسنا، محاولة أخرى. لدي أغنية للتذكر هذه المرة. موزة موزة ودب محشو ملعقة و يا إلهي، نسيت مجددا. عرفت، سوف أدون كل شيء منذ الآن. هكذا سوف أتذكر كل شيء. لين، كرز، أسرع، تعال ساعد في رحلة السفاري. مدهش، رائع. ياه.
كائنات صغيرة جميلة. نعم يا كمون، لدينا الكثير، لكن ماذا سنفعل بها كلها؟ فلنصنع حديقة لهم، عندئذ سنراهم وقتما نشاء. نامي، مرحبا. وضعنا لهم الأغصان والأوراق لتشبه منازلهم، لكن يبدو أنهم يريدون الخروج. ستكون أسعد لو أعطيناها طعاما. هيا نبحث لها عن طعام. آسف يا روزي، لا أظن الحلزون يحب مخفوق الفراولة بالحليب، وأظن أن الجزر صلب بعض الشيء على الفراشات، لكنه لذيذ. ماذا عن هذا؟ الجميع يحب الكعك المحلى. شهية، إنها لذيذة يا لين، لكن ليست للديدان. أمسكوهم. انتظروا، لا تعيدوهم إلى الأوعية. أظنهم قد هربوا لأنهم يشتاقون لموطنهم. أظن بينون محقا. أردت أن أعتني بهم جيدا، لا أن أجعلهم تعيسين. لا تقلق يا كرز، يمكننا إسعادها مجددا، فلنعدها لمواطنها. يا للخسارة. آسف يا كمون، لابد أن نعيدها إلى حيث تنتمي. عيش النمل. في عش النمل، إنه هناك. لحسن الحظ أن ذاكرتي قوية، أتذكر كل شيء. إلى اللقاء يا فراشات. أتذكر أين تعيش يا رومبا، تعيش هناك. وداع يا أصدقائي. أحسنتم جميعاً، كل الكائنات عادت إلى موطنها. ليس تماماً يا بينون. مرحباً يا صغيرتي، أخبريني أين تعيشين؟ كرز يعرف، فهو يتذكر كل شيء. لست واثقاً. لا بأس، لدي طريقة لنعرف هذا. رائع. طريقتي لتذكر الأشياء، أرسمهم. والآن أتذكر تماماً أين تعيش الدعسوقة، اتبعوني. الدعسوقة، كنت أتساءل أين ذهبت. لقد كانت تعيش هنا على جذعي. أحسنت يا لين. الوداع يا دعسوقة. ألا يحزنك أن تودعها يا كمون؟ لا، سأزورها في أي وقت. ماذا تفعل يا رومبا؟ هذه حديقة حيوان، وأنا الحيوان الوحيد فيها. مخيف. لا تخافي يا روزي، أعرف ماذا يسعد هذا الحيوان. حقا؟ نعم، هذا الحيوان يحب أن يأكل الكثير من الوجبات الشهية. أنت تترك أثاراً مثل الحيوانات البرية، أثاراً من الطعام. معذرة، آسف يا روزي. لعبة الفراولة. روزي! رومبا! أفزعتني! أوبس، آسف. يا
لنلعب لعبة يا روزي. أي لعبة؟ وجدتها، غميضة الفراولة. غميضة ماذا؟ كيف نلعبها؟ هاها بسيطة، سأختبئ ومعي الفراولة وعليك إيجادي قبل أن أكلها. ألا نلعب لعبة أخرى؟ لا، ستحبينها. عدي كل شيء في المطبخ وأنا سأختبئ، وتذكري عليك إيجادي قبل أن أكلها. أعد كل شيء. موزة واحدة، تفاحة تفاحتان، كوب كوبان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة أحذية. ما هذا؟ واو، كم أنت سريع يا كرز. لكن ليس كثيرا، أنا أريد رقما قياسيا. أتحبين مساعدتي؟ طبعا، أنا قادمة. ليس مغبأ مناسبا. عرفت، البستان. جاهزة يا روزي؟ جاهزة جدا. واحد اثنان ثلاثة، هيا. هيا يا روزي. كنت سريعة؟ سريعة، لكن ليس بما يكفي. ما رأيك أن نجرب معاً ونضاعف سرعتنا؟ ربما خلف هذه. لا، هذه. لا، جميعها رفيعة. أين أختبئ؟ سباق، سأشاهد. واحد اثنان ثلاثة، انطلاق. إلى أين؟ ماذا يجري؟ لقد نجحتم، سجلتم رقما قياسيا جديدا. هل أعجبتك الجولة؟ أظنني أحتاج إلى التبدد الآن. أين اختفت؟ أين اختفت؟ ماذا فقدت يا بينون؟ تفاحتي المحلاة، دهنتها بالعسل والكراميل، لقد اختفت. لا تقلق، سأبحث عنها معك. نعم، سأفرد ريشي هنا وأنام قليلاً. توقفي، هذا يدغدغ. من قال هذا؟ كفى. ماذا تفعل هنا؟ أختبئ. حقاً وجدتك بسهولة. هذا صحيح، علي أن أجد مكاناً آخر. متأكد من أنك لم تأكل تفاحتك؟ أنا متأكد. ولا يبدو أنها وقعت منك أيضا. كانت شهية وحلوة للغاية. بينون، أظنها قريبة جدا منك، بل ملتصقة بك. شكرا روزي، أتريدين قدمة؟ لا شكرا. ما رأيك لو حملتك على ظهري وتنزهنا؟ أحب هذا. أها،
لن تجدني روزي هنا، سيكون صعبا. هذا مسل يا بينون. عفوا لين، هل هذه لك؟ نعم، جمعتها لأصنع نجمة. هل تريدين أن أساعدك؟ نعم رجاءً يا روزي. لن تجدني روزي هنا بسهولة، إذن سأستريح الآن. أهلاً، أخبرني ما اسمك؟ أظن أنني سأسميك دودو. أنا ألعب الغميضة وأنت وجدتني، ولهذا تستطيع أن تأخذ فراولة. شكراً يا روزي، إنها تبدو رائعة. هل ستعجب رومبا أيضاً؟ ستعجبه بالطبع. لها رومبا، نسيته تماماً. لابد من أنه مختبئ يأكل الفراولة وينتظر أن أجده. رومبا أنا آتية. مسكين. تك 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 يا أم سليمان، تك 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 دودو أين كان؟ تك 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 كان مختبئا يأكل الفراولة في البستان. أنا أقصد في المتاهة، هل أنت جائع؟ واحدة لك وواحدة لي. لا تأكل هذه يا دودو، سأتركها لروزي، إنها صديقتي المفضلة، وطبعا ستعرف مكاني. وقتها سأكون أنا الرابح. رومبا، أوراق الفراولة؟ هذا يعني أن رومبا في الجوار. آسفة لأنني نسيتك يا رومبا، سأعد لك مفاجأة لأعتذر لك. والآن يا رفاقي أحتاج إلى مساعدتكم، سنقدم لرومبا أفضل لعبة غميضة بالفراولة. انهض. ها؟ بلبلة؟ لكنك لست روزي. روزي يجب أن تعرف مكاني. وجدتك حين كنت نائما، الآن دورك في البحث عنها. فعلا الآن. هيا بنا يا بلبلة لنذهب. واو، إلى أين تشير هذه؟ اركب يا رومبا. إلى أين سنذهب؟ سوف ترى. نحن وصلنا. ماذا نفعل هنا يا كرز؟ كرز؟ ترى كيف سأجد روزي الآن؟ ما هذا؟ ها وجدتك. وجدتنا. أحسنت يا رومبا. آسفة لأنني لم أجدك بسرعة يا رومبا، أنا انشغلت في مساعدة الآخرين ونسيت أننا نلعب غميضة الفراولة. هيا قدمي له جائزة. تاتا. أكلت كثيراً من الفراولة اليوم يا روزي، لذلك تفضلوا جائزتي. ليتني أهديتك التوت بدل الفراولة ولم أدعك تنتظر. روزي، روزي، انتظرت وقتاً طويلاً طويلاً جداً. أتصور أنك شغلت وقتك في اختراع لعبة جديدة، صحيح؟ نعم، غميضة النوم. كانت مسلية يا روزي. أنلعب غدا لعبة أخرى؟